زي ما شفنا كده معانا ومنورنا كابتن محمود الجزار نجم الاهلي السابق لكره السله، وزوجته الكابتن ندى ايمن نجمه الاهلي السابقه لكره الطايره. اهلا بيكم. سمعتوا منورنا. اهلا بيكم. سمعتوا منور. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، الله اكبر. حبايبي لقيت ضيوف طولي. هند مبسوطه قوي ان انت طولها ما شاء الله. ايه ده، لقيت حد طولي. سمعتوا المناوره بتاعتنا؟ اه سمعناها. طب في انا في على فكره رياضه، بس التوبيك النهارده يا جماعه مولع خالص. طب في حاجه بترفع مبدئيا اول ما قبلها على طول قبل الرياضه مع كل واحد فيكم، مع ولا ضد ان هم يبقوا بيشتغلوا في نفس المكان الاول وبعدين في نفس المجال؟ نسمعها هي الاول بقى. هي ايوه بصي اصلا انا مش هقدر اتكلم اصلا، يعني احنا كنا في الرياضه مع بعض ودلوقتي شغالين مع بعض، فمش هقدر اقول حاجه. وبعدين مامتي وبابايا كانوا شغالين مع بعض، فمش طب دي حاجه هايله، لازم تبقى هايله يعني، ما عندناش اختيار تاني. احنا عايزين الحقيقه. بصي الحقيقه، الحقيقه الموضوع ده يعني يعني ليه ابعاد كتير، مش مفيش هيقول عملت واحنا قاعدين لسه جوه في يعني قلت لها انا اقول الحقيقه. احنا عايزين الحقيقه، احنا بنخاطب الناس يا جماعه لازم نقول الحقيقه. ايوه الحقيقه مصداقيه. ف يعني احنا كان عندنا شقين في حياتنا، يعني الشق الاول بتاع الرياضه وده انا ما اقدرش انكر ان هو كان شيء ايجابي جدا ان هي تبقى في نفس المجال، ولكن احنا ما كناش مع بعض نفس اللعبه، ما كناش مع بعض في نفس الملعب، ما كناش مع بعض في نفس النادي وكل حاجه. ده ما فيش شك ان ده بيخلق شيء من التنافسيه والروح الحلوه، يعني في الاخر ان هي حققت بطولات. هي يمكن هي حققت بطولات اكتر مني، يعني انا بتوبي فار يعني ما شاء الله. اونستلي هي حققت بطولات اكتر مني بكتير، بس هي حاسه بيا. عارفه انا عايش ازاي، بعمل ايه، يومي عامل ازاي، عندي تمرين، عندي ماتش، مضغوط، جات لي اصابه. يعني انا بدايه تعرفي بندى كان عندي قطع فوتر اكيلس وباهل لسه هبتدي التاهيل بتاعي. فهي كانت معايا في الجامعة على طول، في التاهيل على طول، عارفه انا محتاج ايه، بتحضر لي حاجتي طول الوقت. فحته الرياضه كانت شيء ايجابي جدا. الشغل بقى شو المكان اللي جامعكم مع بعض؟ شغل ايه؟ انا انتيري ديزاينر، مهندس معماري. بس يمكن شويه الحاجه اللي خدمانا في الموضوع ان انا البيزنس اونر شركتي. يا سلام. بصي هو بيتكلم عشان بقول لك انا الراجل شركتي وخدماني انا كمان. طبعا فخدماها هي كمان، لان هي انا في الاخر هي قاعده تتحكم في وقتها. واحنا بنطلع على الهواء قلتي حاجه مهمه قوي، انه لو انتوا بتبقين في البيت كل حاجه هتمشي. ايوه دي حقيقة. لو في مشاكل في البيت مفيش حاجه هتمشي خالص. انا جاي لك هند، انا متفق معاكي في حاجات كتير قوي، بس خلينا من الاول نبتدي على يعني على هادي يعني. فالحقيقه انه هي اكتر واحده ممكن تبقى خايفه على شغلي، اكتر واحده حريصه على شغلي، بتساعدني كويس قوي، ممكن تبقى عارفه المشاكل اللي انا بتحط فيها فهي تقدر تحلها. ولكن احنا بقى في مكان واحد، يعني الاوفيس ما بنتجمعش في الاوفيس، هي في سايت بتلف وتشوف الدنيا اخبارها ايه، وانا في حته تانية. يعني الجزء اللي انا متفق فيه مع هند ان احنا نبقى مع بعض 24 ساعه ده هيخلق شيء مفيش شك من الملل شويه. الاحتكاك كتير ممكن يعمل مشاكل كتير. سيب اميره ترد في الجزء ده، انا مش هقدر اقول هند. انما سيبك انت اللي ترد، انا مش هرد. مفيش شك ان هي في الاخر هي مهندسه خدمتنا الظروف، وبرده هنتطرق لنقطه تانية. مش شرط خالص ان انا مهندس اخد مهندسه ودكتور اخد دكتور، الكلام ده ما انا مش متفق. الكلام ده مليء بالطبقيه. ولكن منتلي يبقى احنا واحد. بالظبط كده. هي امور صدفه ان احنا هي ندى مهندسه وانا مهندس، مش في نفس الفيلد، هي باور وانا يعني حته ثانيه خالص، عماره وكده. فبعدين الظروف خدمت ان احنا نبقى مع بعض، عندها نفس الفكر يعني، فبتساعدني في نفس الحته. يعني احنا ماشيين مع بعض في نفس الطريق، في نفس السكه، عندها نفس الدماغ. ولكن انا مش ضد فكره ان احنا نبقى مع بعض في الاوفيس. طب معلش، بتروحوا مع بعض وبترجعوا مع بعض ولا كل واحد بيروح لوحده؟ لا ما هي قالت لك هو في الاوفيس وهي بتبقى في اي واحد، بس ممكن يروحوا مع بعض عادي يعني. هو انت ليه عايزاهم يوفروا؟ انا بطلع. لا عايز اعرف يعني مدى تقبلهم مع بعض في طول الوقت، عشان بس تبقى الصوره كامله بالنسبه لي. مع بعض طول الوقت وانتوا رايحين وانتوا جايين وكده؟ لا كل واحد يعني انتوا في مكان واحد اهو، الدنيا فكه اهي.